هنروح للمصارعة، وطبعا ده أحد الأحداث المهمة اللي بتحتضنها أرض مصر الفترة القادمة، واتحاد المصارعة اجتمع وطبعا عنده بطولة أفريقيا المصارعة هتكون على أرض مصر في فترة من 14 ل 19 مارس في رمضان إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. البطولة دي بيجتمع الاتحاد، خليني برضو أقول لكم اللي بيحصل العادي في البطولات، بيجتمع الاتحاد بيعينه مدير للبطولة، قد يكون عضو مجلس إدارة قد يكون مش عضو مجلس إدارة، حسب ما يرتقى الاتحاد يعين مين مدير البطولة. ومدير البطولة ده الاختصاصات كتيرة يعني الحقيقة هنتكلم عنها أكيد، بس خليني أقول لحضراتكم الخبر. في بطولة أفريقيا للمصارعة هتقام على أرض مصر وبيشارك فيها عدد كبير من اللعيبة، واتحاد المصارعة اختار طبعا الكابتن إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة ومديرا للبطولة عشان يجهز كل الشغل. طيب البطولة دي هتكون مؤهلة برضو لأولمبياد باريس 2024، وكمان هيكون في مدير الدوره المؤهله لاولمبياد باريس عن قدرات عن قارتي افريقيا اللي هي بيسموها افرو اسيويه، واللي هتتلاقي في الفتره من 22 ل 24 مارس برضو اللي احنا فيه. يعني احنا عندنا افريقيا من 14 ل 19، وعندنا البطوله الافرو اسيويه اللي هتكون مؤهله لاولمبياد كمان في 22 ل 24 باذن الله. منتظر في بطوله افريقيا اللي جايه هيشارك فيها حوالي 400 لاعب ولاعبه من 22 دولة، عشان كلهم طبعا عندهم هدف واحد وحلم واحد هو التأهل للأولمبياد، زي ما احنا عند برضو من أحلامنا المشروع. المصارعة من اللعبات اللي ليها تاريخ كبير في الرحلة الأولمبية، وحصلنا على ميداليات كثيرة جدا من خلال المصارعة، وعليها عبء كبير وآمال كبيرة في باريس 2024. طيب اختيار كابتن إبراهيم عادل مصطفى كمدير البطولة أكيد ما جاش من فراغ، وخلينا نعرف أكتر عن دور مدير البطولة والآخر الاستعدادات واللجان اللي اتشكلت عشان طبعا يعني استعدادا لهذه البطوله. معانا كابتن ابراهيم عادل مصطفى عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للمصارعه ومدير البطولتين. اهلا بك يا كابتن ابراهيم. كابتن هيثم مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، اهلا بيك. في البدايه كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم، عايزين نعرف اكتر عن البطوله، وحضرتك طبعا مدير البطولتين، البطوله الافريقيه والبطوله الافرو اسيويه، ويعني ازاي اشتغلت، ازاي شكلت لجانك، يعني كلمنا عن استعدادات تنظيم هذه البطوله. طبعا حضرتك بصحة وسلامة والأمة الإسلامية وكلها بخير إن شاء الله. إحنا طبعا كان مجلس الإدارة كان كلفني من حوالي 3 شهور بإن أنا أكون مدير البطولة، لأن الحمد لله يعني دي مش أول مرة أبقى مدير بطولات للبطولات الأفريقية وبطولات دولية. إحنا آخر حاجة كنا عاملين في يناير في فبراير السنة اللي فاتت دورة إبراهيم مصطفى، كانت أحد بطولات اللي هو الدوري العالمي في المصارعة، كان جالنا فيها 48 دولة. بس خليني بس اتوقف هنا معلش يا كابتن ابراهيم، ان ابراهيم مصطفى ده جد حضرتك، وهو بطل اولمبي وحصل على ميداليه ذهبيه في اولمبياد امستردام، ولازم يعني المعلومه دي نقولها على الهواء، ان حضرتك جدك كان لاعب اولمبي وبطل اولمبي عالمي ساهم بشكل كبير بميداليه ذهبيه في اولمبياد امستردام، فلازم طبعا يعني نقول الحق او نروح للحته دي ونلقي له التحيه طبعا ونترحم عليه كاحد من ابطال مصر المخلصين. ربنا يرحمه ويرحم ابطالنا كلهم ويدي الصحه لابطالنا الموجودين ان شاء الله. يا رب. فالحمد لله يعني وكان حضر فيها السيد رئيس الاتحاد الدولي ومعالي الوزير، والحمد لله خدنا اشاده كبيره جدا وتقارير كانت كلها ايجابيه بتاعتنا في البطوله، فده اللي شجع الاتحاد الدولي ان هو يسند لنا كمان الدوره المؤهله. هي مؤهله لقاره افريقيا والجزر بتاعت استراليا ونيوزيلندا اللي هي المنطقه اللي هناك ديت، هم 7 جزر او 7 دول، هم معانا كمان، احنا الاثنين بنشترك مع بعض في المقعدين. نعم تمام. الحمد لله كان المستوى اللي ظهرنا بيه يعني شجع الاتحاد الدولي ان هو يستلمنا البطولتين السنه دي. احنا بدانا الحمد لله من فتره كل الاجراءات الاداريه، اجتمعنا مع الوزير ومع اللجان في الوزاره، حطينا كل الميزانيه والحاجات اللي احنا محتاجينها كلها، والدعم اللوجستي كله الحمد لله مفيش حاجه يعني اتاخرت علينا خالص، وبدانا الاجتماعات عن طريق الزوم مع الاتحاد الدولي ومع رجال الاتحاد الدولي، واخرهم كان لسه الاسبوع اللي فات يعني شبه الاجتماع النهائي، بنحط الرصيف الاخيره يعني البطوله، والامور الحمد لله ماشيه على ما يرام. بدانا جهزنا اللجان بتاعتنا وعملنا المناقصات والبدايات كل حاجه الحمد لله، يعني في لجنه مشكله معانا من الوزاره ما شاء الله خاصه بالامور الاداريه والماليه والقانونيه والحاجات دي كلها عشان تبقى الامور كلها مقننه، والامور ان شاء الله ماشيه يعني علي العيال باذن الله تعالى، وان شاء الله ان شاء الله يعني تطلع حاجه تشرف مصر كلها باذن الله تعالى. طب كابتن ابراهيم، يعني انا محتاج يعني اطمن فنيا برضو علينا وعلى الاولمبياد، لازم اروح للمحور ده من الحوار، انه عندنا الاولمبياد كم لاعب تاهل، احنا مشوارنا الاولمبياد ايه، بنسعى
ان التاهل كم عدد من اللاعبين، مين اللي عندنا بالفعل تاهل؟ يعني عايزين نستعرض مع الساده المشاهدين موقف المصارعه من اولمبياد 2024. تمام، لو دخلنا بقى على الجانب الفني، احنا عندنا التاهيل للاولمبياد من ثلاث محطات. اول محطه بطوله العالم سنه 23 اللي كانت في صربيا، دي تاهل مننا عبد اللطيف منيع وزن 130 كيلو، بيتاهل خمس لاعبين. تمام، الاول والثاني والاثنين توالد، والاثنين الخوامس بيلعبوا مع بعض، الخامس منهم بيتاهل، يبقى كده تاهل عندنا خمس لاعبين. تمام، دي المرحله الاولى، تاهل عندنا لاعب واحد بس. نيجي على المرحله الثانيه اللي هي الدوره المؤهله ديت. احنا ان شاء الله عندنا 18 وزن هم اللي هنشترك بيهم، لان هم دول المصرح ليهم اللعب في الاولمبياد. البطوله دي لينا مقعدين فيها يعني 36، لكن احنا عندنا لاعب اوريدي تاهل في وزن 130 كيلو، ملناش ان احنا نشارك فيه ثاني خلاص. تمام، فاحنا هنشارك ان شاء الله ب 17 لاعب ولاعيبه، خمسه في الرومانيه، سته في الحره، سته في البنات. تمام، المرحلة الثالثة بقى دورة الدورة العالمية للتأهيل، دي في شهر 5، في أول 5 هتكون في اسطنبول تركيا. دي المرحلة النهائية اللي هي يا كابتن في اسطنبول، اللي هي معلش تاني في اسطنبول، دي الدورة العالمية. الدورة يعني العالمية. العالمية دي هتبقى شهر كام يا كابتن؟ دي في الأسبوع الأول من شهر 5 في اسطنبول إن شاء الله. تمام، يبقى أنت يبقى أنت عندك في محطة عدت، أنت خلاص عبد اللطيف منيع تأهل منها. تمام، عندك المحطة البطولة اللي هنلعبها هنا في القاهرة دي، هتخش في اسكندريه ان شاء الله، اسف في اسكندريه، هتخش في 17 وزن، لان في وزن خلاص احنا تاهلنا فيه بالظبط، ولسه الدوره العالميه اللي هتتلعب في اسطنبول ان شاء الله في اول 5 ان شاء الله. احنا متوقعين يعني اكتر من 10 12 تذكره ناخدهم ان شاء الله لباريس في اسكندريه باذن الله تعالى ان شاء الله. تمام، احنا بالنسبه للاستعداد بتاع المنتخب عندنا، احنا بعد نهايه بطوله العالم في شهر 9 اللي فات بدانا في المعسكرات الداخليه داخل مصر، وكان في بطوله الجمهوريه اللي بناء عليها بدانا اخترنا المنتخبات بتاعتنا. منتخب المعسكر المصارعه الرومانيه شارك في بطوله الدوري العالمي كانت في كرواتيا في شهر يناير. نعم، وبعدها دخل في معسكر 15 يوم في كرواتيا، رجعوا مصر حوالي 3 ايام، رجعوا تاني معسكر في اوزبكستان من يوم 3 ليوم 17 فبراير. نعم، وحاليا هم في معسكر في المركز الاولمبي، وان شاء الله بعد بكره بسلام الله طايرين على غانا عشان دوره الالعاب الافريقيه، يرجعوا ان شاء الله يوم 12 على من المطار على برج العرب على طول ان شاء الله، عشان يكملوا المعسكر بتاعهم لغايه ما يشاركوا في البطوله يوم 22 ل 24. طب كابتن حضرتك اتكلمت عن الثلاث محطات المؤهله لباريس 2024، بس الحقيقه ما اتكلمناش عن دوره الالعاب الافريقيه اللي في غانا ان شاء الله في اكرا، يعني هتتلعب خلاص كمان اسبوع ولا حاجه. انا المصارعه من 9 ل 11 ان شاء الله. انتوا منافساتكم من 9 ل 11، البعثه ممكن تسافر 7 بيتهيألي اتصور يعني. البعثه مسافره يوم 6 ان شاء الله، وهيرجعوا يوم 12. دي مالهاش اي نقاط ممكن تساعدنا في التأهل؟ لا لا لا، هقول لحضرتك بنستفيد منها في ايه في السياق الحديث. عندنا بالنسبه للمصارعه الحره كانوا برضو راحوا لبطوله الدوري العالمي اللي كانت في كرواتيا، وطلعوا معسكر شهر في الصين من اول فبراير، لسه راجعين اول امبارح، وبرده منهم سته ان شاء الله هيروحوا الالعاب الافريقيه في غانا. البنات عندنا سمر وندى. نعم، هما الاثنين راحوا برده كرواتيا، وبعد كده راحوا بطوله في السويد اول الشهر اللي فات. نعم، بالنسبه للالعاب الافريقيه هي بتساعد في الرانك بتاع اللاعب او اللاعبه اللي هو بيصنفوا في القرعه. بس عشان العدد صغير شويه عندنا في الدوره المؤهله مش هيفيدوا قوي. نعم، ده بيفيد اكتر في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله لما يتاهلوا فيها باذن الله، لكن هي ملهاش اي دخل خالص في موضوع التاهيل للدوره الاولمبيه. طب برضو يعني محتاج اسال حضرتك يعني توقعاتك مثلا يعني في البطولات اللي جايه، يعني او بطوله افريقيا تحديدا اللي جايه، ممكن يعني يبقى معانا كام ميداليه؟ برضو انا ما بحبش اسال السؤال ده الصراحه، لان انا يعني ما فيش حد بيشتغل وبيقول انا متوقع كام، بس على الاقل قول لي انت مطمن ان شاء الله، يعني عندك في اوزان ان شاء الله، يعني طمنا برضو. هقولها احنا طبعا عندنا طبعا اختبار صعب جدا، احنا عندنا ثلاث بطولات كبيره، لو قلنا من يوم 9 ليوم 25 بنتكلم في حوالي 16 يوم تقريبا، عندنا ثلاث بطولات كبيره، ثلاث بطولات افريقيه. فاخترنا الفريق اللي هيلعب في غانا، لان طبعا مهم ان احنا لازم ان شاء الله بالظبط نشارك، نفوز كمان نفوز كمان باللقب بتاعنا، ان احنا مصر كلها تاخد المركز الاول ان شاء الله، مش هنتصارع في الالعاب كلها. نعم، فخدنا الفريق اللي هو هيلعب،
في الدوره المؤهله هو اللي هيلعب في غانا، تمام؟ وخدنا الفريق تاني اللي هيلعب في بطوله افريقيا، 30 لاعب ولاعيبه 10 في كل نوع، دول اغلبهم خدناهم من لعيبه الشباب ولعيبه تحت 23 سنه، تمام؟ ان هم دول اللي هيشاركوا في البطوله الافريقيه. عندنا ابطال عالم، يعني عندنا مصطفى حسين ان شاء الله ده واخد اول عالم في الاردن 23 تحت 30 سنه، في عماد اشرف ده واخد ثالث عالم تحت 23 سنه السنه اللي فاتت، في مواد عندنا دي واخده برده ثالث عالم لسنين، تمام؟ هو ده المجموعه اللي احنا، وكلهم يعني ما فيش حد كبير، كلهم سنهم صغير. الوحيد اللي هيلعب في افريقيا عبد اللطيف، لان هو خلاص اتاهل فهنستفيد منه في افريقيا ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. احنا من 30 ميداليه دول، يعني من 30 وزن ان شاء الله ربنا يكرمنا ممكن ب 15 ميداليه ذهب باذن الله تعالى. يا رب يا فندم. لا ان شاء الله. لا يا كابتن ابراهيم، لا ده احنا عايزين حلقه بقى، لان احنا عندنا الروماني والحر وعندنا السيدات. لا بجد، لا لا ان شاء الله احنا عايزين نعمل حلقه كبيره عن المصارعه واستعداداتها ونديكوا حقكم ان شاء الله. يعني خلص البطولتين دول يا كابتن وتنورنا هنا ونتكلم بقى باستفاضه عن المصارعه ان شاء الله. شرف لينا يا كابتن. كابتن ابراهيم عادل مصطفى، عضو مجلس اداره المصارعه ومدير بطوله افريقيا القادمه والافرو اسيويه، بشكرك شكرا جزيلا، كان معنا عبر الهاتف. زي ما حضراتكم شايفين على قدم وساق في الكثير من الاتحادات عشان باريس 2024، والعالم كله في الحركه الاولمبيه الرياضيه كله بيصارع الوقت والزمن، ويعني بكفاح رهيب عشان التاهل لباريس 2024. المصارعه لعبه من الالعاب المهمه بالنسبه لنا زي ما الخماسي